احنا اذا رجعنا للانسان ما نلقى بالوجود اكو شيء اصلا من الانسان. خل اوضح لك. حتى الان احنا دائما نضرب المثل بالغابة، نقول هذا المجتمع غابة يأكل فيه القوي الضعيف، بوحش قوي يأكل الوحش الضعيف. ترى الوحش القوي يسميه وحش، مو اكثر وحشية من الانسان. الوحش ترى ما يأكل الا اذا جاع، من جوع يضطر يأكل، تريد لفريسة يأكلها، أما إذا شبعان ما يأخذ الأمور على الفريسة ما له علاقة بها. الإنسان شبعان من الذهب إلى خشمه وبعد يطارد على غرفة الفقير، على غرفة الفقير مبلغين، يطارد كيف يبتز المجتمع، كيف ينمي ثروته نبهي، مهما يعني عندما لو أراد أن يحرقه ما يلحق على إحراقه، ومع ذلك بين عين ممدودة إلى غيره. نبه تعبير القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير مما يجمعون. الإنسان ما يقف عند حد بالطمع أبدا، عند طمع لا يقف عند حد، وما يقف عند حد بالاعتداء إلا إذا كانت أكو قوة مسيطرة عليه. شنو هي القوة المسيطرة عليه؟ أن يستحضر الله مبهي. دائما كن الله تبارك وتعالى على مشاعره حتى يكف إيده شوية عن الاعتداء، ويكف لسانه عن الاعتداء، ويكف تطلعات غير المشروعة، التطلعات غير المشروعة الموجودة عند الإنسان اللي ما يهم أن يبتز بها غير بس هو يعيش. هذا الهدف، أن ذكر الله عز وجل خير عاصم يمنع الإنسان من الاعتداء على غيره، يعني أن تشعر أنك مراقب من قبله. تذكر الله عز وجل وذكرك لله يخليك تشعر بأنه يراقبك، لأنك مغيب عن لحظة من اللحظات، لأن الإنسان كل الضوابط ما تقدر عليه،